انتفاضة ديسمبر مجرد أيام من المواجهة. كشفت الحوثي مدى قبوله لدى العامة، بل أنها لولا الخيانة والمؤامرة كانت ستشكل مرحلة فارقة في القضاء على الميليشيات لاستناد هذه المواجهات إلى تأييد شعبي جعل منها انتفاضة حقيقية. فاضت روح الزعيم علي عبد الله صالح إلى بارئها، خيم صمت مريب على العاصمة صنعاء، وبات خبر استشهاده أحد أولويات القنوات العربية والعالمية، واختلطت بذلك كافة أوراق السياسة والتحالفات. طارق محمد عبد الله صالح القائد الميداني للمواجهات لم يعلم مصيره مبكرا، وتواردت الأنباء تباعا أن نجلي الزعيم صالح تم احتجازهما إلى جوار محمد بن محمد عبد الله صالح وعفاش طارق. للوهلة الأولى خيل للجميع أن انتفاضة ديسمبر أخمدت، وقام الحوثي خلال فترة قصيرة بإلقاء القبض على قيادات المؤتمر وأنصاره إلى السجون، واستعاد الحوثي ما فقده من مراكز، لكن رؤيا طارق صالح كانت تراود الحوثي كأحلام اليقظة. الثاني من يناير، أي بعد شهر من اندلاع الانتفاضة في صنعاء، طارق صالح يظهر في أحد مستشفيات عدن بالتنفس الاصطناعي، صدمة حوثية وترقب من كافة المعادين لحوثي. ما فتئ هذا الترقب واقعا حتى ظهر العميد طارق صالح في شبوة معزيا في الشهيد الأمين عارف عوض الزوكا. هنا عادت الروح إلى الجسد وجن جنون الميليشيات الحوثية التي انتهى احتفالها بالقضاء على الند الأكثر شراسة علي عبد الله صالح والتنظيم الرائد المؤتمر الشعبي العام. ظهور طارق صالح كان له وقع عسكري آخر، فما إن استقام القائد على أقدامه حتى شرع في لملمة صفوف معسكر المرسي الذي كان قد أسس له سابقا، نفر قليل نجا واستطاع الخروج من أماكن سيطرة الحوثي باتجاه معسكر بير أحمد، وها هو القائد يعلن خلعه الرتبة العسكرية والبدء في نضال تحت مظلة مقاومة شعبية. كانت الإمارات العربية المتحدة هي من تكفلت بانتشال حالة الانكسار وتوظيف استمرار انتفاضة ديسمبر بعدما رسم لها الخطوط بعناية تامة، وجعل الحديدة قبلة للمقاومين بمساندة من ألوية العمالقة وألوية التهامية. تسارعت الأحداث وتم لملمة الصفوف في وقت قياسي، وها هي القوة تنزل إلى ميناء المخا، ويظهر القائد طارق صالح في غرفة العمليات يشير بعصاه على الخريطة، وكان للعصا أن تحولت إلى أفعى تلقف الميليشيات الحوثية في الوازعية وموزع بمواجهات ضارية لم تشهد لها الميليشيات مثيل. عادت بهذا التحرك الروح للجسد، وظهر للوهلة الأولى ثمار تضحية الشهيد القائد علي عبد الله صالح برأسه فداء للوطن الذي أوصى بانتزاعه من بين أنياب ميليشيات الحوثي إيرانية الذراع.